السلام عليكم. بعد غياب طويل كنعرف كنغبر ياك او المهم شويه ديال الاعمال وكذا. المهم الموضوع ديال اليوم راه الساعه 8 الصباح دابا، غادي عند واحد صاحبي، رانا غادي شي فيراجات هنايا تنزلو. المهم الموضوع ديال اليوم هو التعليم. غادي نهضر على جوج مواضيع. هو بعد التسجيل في الجامعه كيسولوني الناس بزاف على التسجيل في الجامعه، كيفاش نديرو التسجيل وشنو هما الجامعات الامتهانين هنا. المهم بالنسبه للتسجيل راه قلتها لكم وعاود قلتها لكم، هو انكم من المغرب خصك تدوز على كامبوس. الكامبوس ماروك فرونس، داك الكامبوس فيه كاع الجامعات اللي كونيكتي يعني ملتحق بداك داك السيستيم كامل. كي الناس اللي كيبغيو يجيو من المغرب داكشي كيدخلوا لذاك الكامبوس كيتسجلوا فيه، كيديروا ديك الساعه طلب الجامعات، طلب تسجيل الجامعات. يعني ما شحال فيه من جامعه، جامعات فرنسا تقريبا كاملين. كاين شي جامعات ما منخرطينش فيه ولكن الاغلبيه راه منخرطين في داك الكامبوس. المهم داك الكامبوس ملي فيه جميع الجامعات تقريبا، ولكن اللي ما عارفينش الناس بزاف راه كاين شي جامعات ما كاينش في داك الكامبوس. هادوك الجامعات كيتسموا نو كونيكتي هما ما تابعينش للكامبوس، يعني تقدر تسجل من المغرب للجامعه ديريكت. اغلبيه كاينين شي 5 ولا 6 الجامعات هنا في فرنسا ما منتمي حتى لشي حاجه. دوك نو كونيكتي جامعات يعني تقدر تدفع لهم ديريكت من المغرب، يعني تاخذ لي كوردوني ديالهم وتكونيكتا معاهم، تصيفط لهم تقول لهم راه بغيت نقرا عندكم كذا كذا، تحط لهم الطلب ديالك، الا جاتك لا ريبونس تقدر تمشي للقنصليه تدفع لهم ديريكت بدون ما انك تحتاج انك دير دوك لي ديمارش ديال الكامبوس. هذه كاينه. ثاني حاجه خصكم تعرفوا راه كاينين جامعات بريفي، يعني اللي عنده شويه ميسر الحال راه جامعات بريفي راه الا تسجلتي في جامعه بريفي راه 200% تاخذ الفيزا ديالك. علاش بريفي؟ دوك بريفي كيضغطوا على الدوله، كيقولوا لهم حنا راه خصنا الطلبه وراه كذا الشفر ديالنا خصو يطلع وكذا وكذا، وكيزيروا يعني دابا انت الا تقبلتي فيها وما عطاوكش الفيزا بحال مشى لهم واحد. انت كيفاش؟ دونك هما ملي كيشوفوا راه جامعه بريفي وخلصتي فيها زباله فلوس راه اوبليغاتوار عليهم يعطيوك. يعني ما يقولش واحد تسجل في شي جامعه في كليه ولا بريفي ولا دوك ديال مدارس. كاينين واحد المدرسه انا شفتها في الناربون ديال الطبخ، عالميه ديال الطبخ، فهمتي؟ اغلبيه الصناعه ما كيديروهمش، الصناعه ما كايناش في هذا الشيء ديال شحال واحد كيطلق كيقول لي لا بغيت نجي نقرا ديريكت التكوين المهني ديريكت ما كاينش. التكوين المهني ديريكت ما كاينش، كاين الكليات والجامعات. الكليات والجامعات هما اللي عندهم الحق يعني يديروا لك هادشي الفيزا. هادي من 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 نقطه. النقطه الثانيه كيقول لي الا عندي الا خص الفلوس وكذا، راه ماشي ديما خص الفلوس في هادشي ديال القرايه، راه كاين واحد الحاجه تيقولوا لها الا عندك شويه واحد في العائله يضمنك ولا شي حاجه راه حتى هي بحال الفلوس. بحال دابا انا هما علاش كيطلبوك دوك الفلوس؟ تيطلبوك دوك الفلوس انك باش تلبي الحاجيات ديالك سيرتو العام الاول. علاش كيطلبوك غير في العام الاول؟ حيت كتكون جاي ما عادش تقدر تخدم، غادي نعطيك 200% ما تقدرش تخدم، دونك خص الوالدين ديالك يصرفوا عليك في ذاك العام الاول. سيرتو العام الاول كيكون قاسي باش تتاقلم، باش تلقى الخدمه، باش تتعلم شويه الفرنسي. راه واخا تكون كتقول لي راه عندي الباك ولا عندي الجامعه في المغرب، راه تجي بقى تفتف في الفرنسي، راه منا وجبتك مازال كتفتف. دونك هذيك الفلوس هذيك 9000 اورو ولا 10000 اورو ما شحال دابا وصلات، هذيك راه اوبليغاتوار الا كنتي بغيتي تجي ما عندك فين ما عندك حتى شي واحد. هاد الشرط كيتختلف الا كان عندك شي واحد هنايا في العائله، بحال مثلا عندك خصو يكون قريب لك بزاف، خوك اختك ماك باك كذا كذا كذا، اللي تكلف كيدير لك انكارو من هنايا. الا كان عندك انكارو من هنايا كتسهل عليك الدعوه، ما كيطلبوكش داك الشرط ديال الفلوس كيتحيد، كيولي عندك كارو. المهم هو خصهم كارو، يا كارو في المغرب كارو هنايا بحال، ولكن من الاحسن ملي كتكون بالفلوس. علاش؟ هما الهدف ديالهم انهم تجيب القرايه باش تجي تصرف، تجي فهمتي راه كيدخلوا راه ما عرفت ديك النهار شحال من مليار كتدخل في هادشي ديال القرايه. دونك فرنسا دايره هاد السيستيم هذا باش يدخلوها الفلوس، فهمتي؟
راه كترزق من هذه الناحيه ديال الطلبات، الطلبه اللي كيجيو يقراو. راه زادوا دابا، راه كانت غير شي واش 160 الف ولا 200 الف، دابا طلعوا شي 300 الف طالب. يعني اللي بغى يجي يقرا دابا، راه واخا زادوا لي فري ديال التسجيل وداك الشيء، ما تشوفوش لداك الشيء، شوفوا بانكم راه عندكم واحد الحظوظ كبيره انك تجي تقرا هنا في فرنسا. هو راه فرنسا ماشي تجي تقرا راه قرايه ولا لا، والله الا راه المغرب والله الا فيه القرايه احسن من هنايا. هنايا غير شنو اللي فيه زوين، القرايه هنا اوروبا نظام منظمه لواحد الدرجه زوينه بزاف، فهمتي؟ تتقراو قلال في القسم، تتقراو قلال في اللونفي، ما كاينش داك الاكتضاد، ما كاينش ديك الروينه، فهمتي؟ ما كاينش داك يعني عندك لاكسيسيبيليتي لي زورديناتور، المكتبه كيعطوك واحد لاكارت ديال المكتبه كتسجل بها في المكتبات ديال فرنسا كاملين، اي كتاب ما لقيتيهش ولا يقدروا يجيبوه لك. كتسمع واحد الكوريسبوندونس عندهم بينهم وبين واحد الكورديناسيون ولا ما عرفتش كيقولوا لها، بينهم وبين الجامعات وحتى بين الدول. بحال دابا انا كنت كتقرا اللغه العربيه مثلا، غير مثلا كتقرا اللغه العربيه هنا وما لقيتيش كتاب، كتطالب به الجامعه، الجامعه كتحضروا لك، هما كيتكلفوا، عندهم سيرفيس خاص لهذا الشيء، كيتسمى واحد السيرفيس ديال الجامعه ما عرفتش عليه، كيتسمى شي حاجه اونلاين. المهم الكتابه ما تحيرش في الكتابه، ما تحيرش في البحوث، البحوث كيعاونوك فهمتي. شان نقول لك الحوايج الاخرين، السبور اللي كيتبع السبور مثلا موفر له التيرانات، موفر له كذا، كتشارك مع الجامعات كذا، كتقدر تمشي توصل. الدراري انا كنعرفهم شو غير بالسبور، طلعوا بالسبور يعني ما تبقاش تشوف غير كاين اي نقاط. نزيدك كنت انا كنعرف واحد الدري سميتو عصام، جا من كازا، من جهة كازا وي، جا العام الاول حتى هو جا تلفان فهمتي، طاق منا دوز الامتحانات كذا من هنا، هذاك العام الاول ديالو سقط. بقالو العام الثاني خصو ينجحو ضروري، الا سقط غادي يحيدوا له الكارت سيجور. صافي شاي هذيك النهار قلت له، سولتو قلت له فين كذا كذا، قال لك خويا انا راه ما قعدتش نقرا هنا فات شويه. اللي عنده هو كان دير ايكونومي اللي عنده مشكل يمدعدع شويه في الفرنسي بزاف، راه خصو يعني حنا كنقول دوبلي فور. علاش دوبلي فور؟ حيت خصو اني فور باش يتواصل مزيان في اللغه وداك الشيء، واني فور انه يقرا. يعني راه ماشي غادي تجي، راه واخا سقطي العام الاول راه ما كيحسبولكش العام الاول. علاش؟ حتى هما دايرين لك ديك اللقطه ديال راك عارفين كيحسوا بنادم، عارفين كانك عاد جاي، تقدر يكون عندك يعني صعوبات في اللغه، صعوبات في الاندماج، بزاف كيحسبوا منك بزاف ديال الحوايج. يعني هذاك العام الاول كيتغاضوا لك عليه، وحتى انت حاول داك العام الاول ما تضغطش على راسك بزاف، حيت انك راك نقول لك انا الدومينات اللي تقدر يعني تنجح بتغماض العينين بحال لي سيونتيفيك اللي جايين. سيونتيفيك كيديروا الشيميك ولا كيديروا الماط ولا كيديروا النيت هاد ليكونومي، وهذاك راه تقريبا بحال ما كيلقاوش واحد الصعوبه كبيره. شكون اللي كيلقى صعوبه كبيره؟ هو مثلا دابا تجي دير تقرا اللغه الفرنسيه مثلا، تكمل الادب الفرنسي ولا تكمل شي لغه اجنبيه بحال الانجليزيه ولا الالمانيه ولا رحقاش. واخا انا هي فرنسا كتقرا بحالك بحال المغرب، تقرا اي لغه بغيتي، اي حاجه بغيتي، هذوك تلقاو صعوبات. انا قريت مع الشينوا وكذا مزيان في لونجلي، ولكن دقدقين في الفرنسي، فهمتي؟ ملي كيدخلوا معنا الفرنسي كيحصلهم ساكن، حتى هما نفس كتطبق عليهم نفس القاعده هذاك ديال المغربي جاي من، ويمكن هما كيقولوا لك انتم المغاربه بعدا عندكم اللسان مطلوب، اجي تسمع شينوي ولا جابوني ما كتسمعش، ولا السوريين ولا قراو معايا وهم ساكنين عرفتي، ولا وراه كلمات الفرنسي ما كتبغيش تخرج لهم، ما كتدقدقا. حنا مازال بعدا كنعرفوا نكتبوا شويه وكذا، والله الا كيتقاتلوا بالله ويجيو يحضروا كيحضروا. وفرنسا دايره واحد دايره لك واحد المواد ديال الدعم كتسمى فرونسي اي فرانكوفوني، فرونسي اي فرانكوفوني واحد الموديل، موديل كيديروه الاجانب اللي كيكونوا جايين الله جايين من الاخر، ضروري كتقراو فرونسي اي فرانكوفوني. فهاد لي موديل هادو كيقراو غرامير اورتوغراف لا ليستوار دو لا فرانس لا سيفيليزاسيون، بزاف ديال الحوايج. انا راني زط كنسى راسي كنبقى معصر على الكسيراتور، راه هنايا كاين واحد الرادار. المهم نخرج على الموضوع، نهضر على واحد الرادار كاين هنايا في الطريق. فرنسا دايره لي رادار دايرك البلايك، دايرك بلايك الرادار، هادي دابا الطريق الوطنيه دايره لنا رادار. دابا راكم ما نقدرش نقلب الكاميرا وما نوري لكم،
دايرين رادار، دايرين بلاكا هنا كتعلمك ان كاين رادار وبلاكا من ليه وبلاكا ملي كتقرب ياك. والرادار فيه فهاديك البلاصه فاش كاين فيه الا كنتي غادي منها 80 ولا كنتي راجع 90 الدراك هذاك، يعني ملي كتكون راجع فيها دوبل فوا ملي كتكون غادي اون فوا هذاك اون فوا دايرين له 80 والرجوع دايرين له 90. هذه الطريقه هذه دابا انا تقريبا 3 ولا 4 شهور انا كندوز فيها باش كنمشي للخدمه ما عمرش شدني داك الرادار. علاش؟ حيت دايرك البلاي هنايا فرنسا دايرك الرادار على باش تخفف السرعه ماشي بيجيو كما كيديروا لنا في المغرب. المغرب دي بيج كيبيجيو بنادم باش تخلص البروسي، هنا الهدف ديالهم ماشي تخلص البروسي تحترم القانون. هذه بين قوسين حيت انا رديت لهم في البال كنت غادي طريق تاوريرت ولا ما نعرف الرادار ما عرف واش كاميرا واش دايرينو في قنطره ومخباه. هذاك الشيء راه ممنوع قانونيا، ممنوع ان الرادار ما يكونش معروف. هنايا كيديروا باراج ديال كونترول السرعه ولا كيكون يعني متنقل، كاين موبيل وكاين فيكس. الموبيل كيديروا لك واحد البلاكه كيجيبوك كيقول لك راه كاين البلاكه هنا. الراديو سمعتوا ديك النارتي كيهضروا في الراديو كيقول لك راه كاين باراج ديال المخزن راقب يعني خفضوا السرعه، راه كاين رادار في البلاصه الفلانيه جديد عاد داروا خفضوا السرعه. هما دايرينهم باش انك انت تحترم قانون السير ماشي انك تجري، فهمتي؟ باش انك تحافظ على حياتك. حنا لا دايرينهم باش يعمروا الصندوق في المغرب. انا نجيكم من الاخر، المغرب دايرك البراجات ومازال انا ما شفتش دوله فيها المخزن اكثر من المغرب. وعرفتي مشيت سافرت في المغرب وكل واش نقول لكم 10 كيلومتر ولا 20 كيلومتر براج وقف. وانا كندور هنايا دابا فرنسا انتم كتشوفوا والله الا كندور فين ما كاين و 5 سنين دابا ولا ما نعرف مره اللي لقيت براج ديال البوليس مره وذاك البراج وكذا وما كيشدوش من والو، كانوا كيقلبوا على شي واحد ولا ما نعرف كيديروا البراج. واه خليونا صاحبي راه خليونا والله العظيم. انا قلت لك مشيت للمغرب مشيت 10 ايام ولا ما عرفت 12 يوم كرهتو. تيقولوك علاش كتقات تمدحوا اوروبا وكذا؟ اوروبا تمدحها محتارمين الانسان، الانسان محتارم كيحترموا شي حاجه كيقولوا على الانسان. كيقولوك العنصريه ولا والله ما كاينش عنصريه اكثر من بلادنا اقسم بالله. راه انا كنخرج فيهم من عيني. راه جيت بالطوموبيل هز شنو هز كتوبه هز شي حوايج صحاب الدار كده وراه عفتيه هبطوهم لي في الديوانه واش زلعوا لي الطوموبيل كامله كلشي هبطوا لي الارض كيقلبوني الطاق منا تقول هز الحشيش والله الا حيدوا لي رويده سكور تيقلبوا واش كاين تما شي حاجه واش هز الدب واش هز ما نعرف واش ما عندكمش واش ما عندكمش دي سكانير واش ما عندكمش الكلاب واش ما عندكمش باش قلت تعذبوا بنادم واه بطلع ورا عيب والله الا عيب. بس نعطيكم واحد المقارنه بسيطه. راجع انا منين رجعت على الديوانه فرنسا راه تيقولوا لك الديوانه راه صعيبه على المغرب. باش هي صعيبه على المغرب نقول لكم هما يعني كيحترموا القانون ديال المغرب. شتي انا واخا كيقول لي هبط وطلع راه عرفتو بغا الفلوس. اما ديال فرنسا الا قال لك سير ليه عارف انا ما عادش تفك معاه، فهمتي؟ عندك ما تعشر كيقول لك سير تعشر، ما عندكش كيقول لك سير. وصلت انا هز حوايج شريت شي حوايج للدار في المغرب. انا ما كنتش عارف منين كنت جاي قالوا لي راك هز الحوايج للسلعه المغرب وكذا راه الديوانه في فرنسا راه غادي تخلص وكذا. جيت تلاقيت مع واحد السيد كيخدم السلعه تلاقيته في الباطو. تحياتي ليه من هذا المنبر هذا الله يعمرها دارك. كتلقى شي ناس في الباطو الله يعمرها دارك. قال لي قلت له ودي راه شنو هز قال لي راه ماشي هضره ما قالوش ديوانات فرنسا. قال لي احسن ديوانه كاين، يعني واش بغيت نقول لكم كاين اختلاف بين ما تسمعوش البنادم. انا راه جاو خالعيني جاي يومين في الطريق وانا مخلوع كنقول صعب غادي يقلبوني بطوله يديون. حيت هنايا ملي شدو عندك السلعه ماشي غادي يحيدوها لك غادي تخلص عليها، هذا هو المشكل. بحال دابا شريتي اديداس في المغرب كشريتي انت ب 100 درهم ولا 200 درهم عرفت شحال تخلص عليها؟ انا كتخلص عليها القيمه الحقيقيه ديالها في المارشي الفرنساوي. كيجبدوا لك واحد لا ليست وتيقلبوا لك النايكه شحال دايره كيقول لك هاد الماركه هادي اللي جاي من تم زوره راه كدير 16000 ريال كيقول لك تخلص 16000 ريال مثلا. عاوتاني شي حاجه اخرى مثلا شي حاجه شي تلفازه ولا بارابول ولا شي حاجه كتخلصوا بالقيمه الحقيقيه ديالو ماشي لحقاش حنا عندنا الشينوا تما هنا ما كاينش شينوا ولا عندهم انا الشينوا واحد الكونفورم ديال الكاليتي الاوروبيه خص تكون في واحد الكونفورم انت الا ما كانش ما كيخلوكش ما كيستوردوش. المهم
وصلت على الديوانه ديال فرنسا بخلوع، حليت الجاج والله الا العظيم حليت له الجاج هذا اللي منا اللي مني. قال لي بونجور، قلت له قال لي بونجور، قال لي فوزافي دي سيجاريت، قلت له نو، قال لي دلالكول نو، يا كلكو شوز ا ديكلاري، قلت له نو، قال لي بون غوت. اقسم بالله العلي العظيم الا 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 بغيت زعما نصور لكم، ولكن ما كنقدرش نصوروا في الديوانه وداك الشيء، ونصور لكم التعامل ديال واحد فرنساوي ديواني فرنساوي والتعامل ديال ديواني مغربي. خوك هذا، هذا خوك في الاسلام هذا، وحق الله العظيم دابا دابا حنا كنهضروا في الاسلام ونهضروا والله العظيم لا علاقه. اقسم بالله هذا القوس هذا كتبقى بقات فيا حرقه، كنت بغيت نهضر في هذا الموضوع هذا، ولكن ما عنديش الوقت، شويه الخدمه مزيره عندي وكذا، حتى المغرب راه ما جلست فيه بزاف. المهم هذا هو الفرق صاحبي، هذا هو الفرق بين الدول. اللي انا دابا 10 ايام في المغرب بحال جالس في الجمر، شحال ما تيقول لك الغربه، والله انا ما كنحس بشي غربه في هذه اوروبا هذه، بالعكس الغربه هي بلادي. بلادك هي انك تتمشي دايرين لك باراج ديال البوليس، كتوقف يا اخي يقلب لك غير باش يضربك بروسي، كيقلب لك على الضو، يقلب لك عمر انا شدني هنايا شي بوليسي في فرنسا وهنايا كيقلب لي الضوا، ولا واش عندي السبطه واش ما عنديش وكذا. دايرين البراجات، دايرين رادارات، دايرين كاميرات، صافي شداتك شي كاميرا راه ما عادش تقول لهم لا راه ما كنت داير ولا ما كنتش داير، شدك رادار ما عادش تقول لهم لا راه ما جمعوا طوي يعني قانوني. انا دابا كيشدني الا شدني رادار هنا في فرنسا باش نخلصو بالرحب والسعه، علاش؟ حيت شدني وانا كنت كنجري، وانا عارف راه كاين رادار، عارف هنا هنايا خصك تكون عارف انهم هما كيديروا لك كيعرفوك بان كاين رادار. حنا لا، حنا شنو كيديروا لك الكريساج اشنو هي انت انك انا راه ما بقاش انا 40000 فرانك ولا 50000 فرانك ديالهم ديال المغرب، راه ميم با 4 سوايع الخدمه ديالي هنا. ولكن فين كيبقى فيك الحال، كيبقى فيك الحال ان الدوله ديال ما باش تزيد. ومن يجيو كيقول لك علاش كتعاير المغرب، واحد الدري دار لي في الكومونتير قال لي علاش كتعاير المغرب، حاول تقيم نقاط الضعف وكذا وحاول تصلحهم. اش نصلح لك انا هو وزير كذا، اما دوك الوزراء كلهم قراو في فرنسا في المغرب، كلهم قراو في فرنسا، واش كيطبقوا عليكم؟ كيطبقوا عليكم الحوايج الزوينين في فرنسا ما كيحطوهم لكمش، كيحطوكم على الحوايج المقودين اللي ما عندهم فائده للمغرب. راه كاينين فوائد، انا عطيتكم دابا غير ليكزومبل ديال الرادارات، ها هما داك ها هو عارف انا رادار، ها هو هذا والله العظيم ها هو غادي ندوز رادار هنا فيكس، رادار سمارت، عاد رادار سمارت، رادار عرفتي فوقاش يدخل المغرب هذا الرادار؟ سير حتى ل 2025 ولا ما عرفتش 26، هذا الرادار هذا عاد حطاته في فرنسا راه من 2019 يمكن ولا 2018 بداو كيستعملوا هنا في فرنسا، راه كيشد اللي سمعت انا قال لك كيشد الصمته ويشد لك البلايك ويشد لك راسيرونس ويشد لك السرعه ويشد لك اي حاجه. هذا الرادار واحد الرادارات كبار داير بحال التلفازه. المهم كطيح الشتا، شنو بغيت نوصل لكم من هذا الشيء؟ انا ماشي ضد المغرب ولا شي حاجه ولا كذا، ولكن ضد القوانين اللي فيه، ضد الهمجيه اللي فيه. مشينا نديرو، مشيت ندير التحليل هنا الكورونا فيروس، مشيت دق قال لي بعدا مشيت عند الطبيب ديالي، بعدا تحيات للطب هنا في فرنسا، مشيت عنده صرت مرتي غير مرتي، قالت له التليفون، قلت لها عافاك شدي لها رونديفو راه بغيت ندوز بغيت نمشي للمغرب. صورت على لابوراتوار، شدات لي الموعد الاول، شداتو لي الجمعه، ملي شت الباطور صيفطوا لي الباطور قالوا لي راه ما عادش نخرجوا. ها هو الرادار دابا نمشي ب 80 واللي جاي ب 90، عارف القانون ديالنا، ها هو داك بغيتي يشدك يشدك. المهم دزت مشيت وي الجمعه، انا صيفطوا لي الباطو قالوا لي لا راه ما عادش نخرجوا نهار الاثنين، كان الباطو يخرج الاثنين، قالوا لي صافي. انا عاودت على لابوراتوار قلت لهم راه ما عادش نخرج نهار الاثنين كذا صافي اجلوا لي، قالوا لي فوق فخا صافي ملي تبغي صوني علينا. عاود صونيت عليهم، ها هو دزت الرادار قدو قداش، غادي ب 85 75 فين خليتها واي. عاود ثاني صفطوا لي الباطو قالوا لك صافي راه نخرجوا نهار الثلاث، عاود صونيت على اللابوراتوار قلت لهم راه غادي نخرجوا نهار الثلاث، قالوا لك صافي اجي نهار الاثنين دير تحليله، قلت لهم فوقاش غتخرج؟ قالوا لك غتخرج الثلاث الصباح، معايش مع 10 الصباح اجي ندوز التحليله ديالك. صافي مشيت صونيت على لابوراتوار شديت رونديفو مشيت لعندهم.
الاثنين مع عقلت مع 10 الصباح. مشيت درت التحليله، قلنا انا يا داروا لي تحليله بي سي ار، مشيت الورقه اللي صيفطوا لي صحاب باطو فيها بي سي ار وسيغولوجي، خصك دير تحليله ديال الليف والدم. ورجعت انا داك تلوها، وانا نزيدها في الورقه، كتبتها في الورقه بالستيلو، كتبت سيغولوجي وسي استعانه بيدي باش نقول لكم هنايا واحد كيفاش كيتعاملوا. رجعت عند الطبيب قلت له لا راه غادي تدير لي حتى سيغولوجي، قال لي لا راه كتعطيك في الورقه غير بي سي ار، انت اللي ستي سيغولوجي. قلت له انا اللي استبدلت. قال لي قال لك قلت له شنو بغيت. انا رجعت عند الطبيب ديالي عطي لي عاوتاني رونديفو وكدا، وانا خارج غدا. قال لي قال دوك زيد دوك شوف التعامل اصاحبي، اقسم بالله ديما انا بعدا كنستحي ملي كان حنا كنبغيو نتعاملوا معاهم بقوه وبعنف، وهما كيتعاملوا معنا بواحد الاخلاق وواحد كذا ما تفهم حتى حاجه خويا. انا عادي غير مثال بسيط، راك المغرب، راك شوف حتى حالات المغرب. مشينا مشيت بعدا، مشيت عندهم نهار الجمعه في المغرب، قلت لهم درت خم درت وي الجمعه كنت باغي نرجع يعني الجمعه نرجع ثلاث، كنت انا رجع في ثلاث، الباطو كان في ثلاث 18. مشيت عندهم قلت لهم اودي راه باغي ندير التحليله، مشيت عندهم انا بشحال بربع ايام قبل من الباطو. شوف اربع ايام قال لك اسيدي خص التحليله تكون فيها 72 ساعه. شوف البلاد والله العظيم الا ما عرفت لكمش انا وحق الله. مشيت اسيدي اربع ايام قبل، اربع ايام وانا قلت لكم فرنسا اثنين درت التحليله، ثلاث مع 10 الصباح مشيت جبتها، وقالوا لي اثنين في العشيه الا بغيتيها تلقاها في الانترنت. يعني انا ما عنديش لامبريمونت في الدار، ما نقدرش نخرج، هذاك الشيء باش مشيت عندهم شدا ورقه، خصني ورقه. قالوا لي اثنين العشيه الا بغيتيها تلقاها في الانترنت. شوف اصاحبي التكنولوجيا وكذا وكذا، يعني مستفدين من هذاك الاورديناتور انا اللي عندكم في السبيطارات في المغرب للصالح، الا ما يصلحش لهذا الشيء. التحليله تدخل لاخر موقع، ديروا موقع حتى انتم، موقع وزاره الصحه، اللي ما عنده شي استفسار، اللي عنده شي ورقه، اللي عنده كذا، يعني حوايج بساط الولوج الى المعلومه. ما قديناش حنا على هذا الشيء، ما عرفتش انا فوقاش يوصلنا هذا الشيء. قال لك التعليم عن بعد، الشهاده عن بعد، اي حاجه داروا في ايديهم سبحان الله العظيم ما كيعرفولهاش. اش غادي نقول لكم، لا حول ولا قوه الا بالله. المهم نكمل لكم، مشيت الجمعه قلت لهم اودي راه باغي ندير التحليله وكذا منا، وقلت لهم انا غادي نمشي نهار الثلاث. قلت لهم باش نجي نهار الاثنين زعما انا بغيت ندير بحال فرنسا. قلت لهم اثنين، قال لك التحليله باش تخرج لي الثلاث. هو يقول لي ذاك الطبيب قال لي لا راه ماش تخرج لك الثلاث، قال لك راه كتاخذ شي 72 ساعه. قلت له علاش؟ قلت له صاحبي راه التحليله راه ثلاثه السوايع ولا شي. قال لك ما عندنا ما نديروك، التحليلات كيمشيو حتى لوجده. الله التحليلات كيمشيو حتى لوجده. الضربه الاولى بعدا. قلت له شنو؟ قال لك لا خصك تجي غدا السبت باش دير التحليله في السبت باش ما تخرج لك حتى ثلاث. ويلي. قلت له واش هادو بصح صافي. المهم انايا المهم شديت الرونديفو ديالهم كدا منا، خلص 500 درهم اول حاجه، بعدا كتخلص في المغرب. هنايا فرنسا ما كتخلص حتى ليا. شوف الفرق، الله شكون اللي خصني فين نخلص؟ واش البلاد بلادي ولا نخلص بلاد عباد الله؟ وراه هذا الشيء دابا اللي كاين، هذا هو المشكل. ايوا خلصنا هذيك 500 درهم، قلنا معليش يمكن السبيطارات المغرب من كتقيل، يمكن ديك التحاليل كيتقاموا عليهم غاليين، معليش خلصنا لهم ديك 500 درهم. قلنا زعما يعني خلصتي باش تلقى واحد الخدمات احسن، قلنا حنا تكون الخدمات يمكن احسن من ديال فرنسا. وسع كفس اصاحبي والله، وعرفتي قالوا لنا صافي نهار، قالوا لنا اثنين في معاد 7 العشيه خرجوا التحاليل. ايوا جينا كان سيدي مع 7 ديال العشيه، طز يا التحاليل اللي وصلوا، قال لك مازال ما جاوش من وجده. والمشكله الناس خارجين، كاين واحد الناس دوزوا معايا عندهم الباطو مع الوحدات الليل. يلا الوحدات الليل هو راه 9 ولا 10 ديال الليل راه مازال حتى السبيطار تيتسنى التحاليل، نتائج التحاليل. يلا كي غادي يدير هذا يمشي يسافر، كيفاش غادي يدير يمشي الباطو؟ الباطو خصك 4 سوايع قبل. علاش 4 سوايع قبل؟ حيت كيدخلوا راه من بحال دابا الباطو يخرج مع 10 راه من 6 هما كيدخلوا في الطوموبيلات، واحد واحد واحد، والكاميونات بوحدهم، عباد الله بوحدهم، دونك عندهم واحد الخدمه. هما ما عارفينش هذيك، كيقول راه مازال الحال، كتقول واش مازال الحال الله يهديك. وجابوا لنا البوليس وجابوا لنا كذا، صافي بغى القمع يبدا. انا كنهضر مع المراه ديالي في التليفون، قلت لها راه ما جاوش التحاليل. طفى علينا داك التليفون، حيد علينا داك التصوير، ما تصورش. قلت لهم شكون اللي صوركم؟ زين الله يلعن.
وحشيت المخزنين في المغرب، والمخزنين يبغي يولي بوليسي، والبوليسي يولي يبغي يولي كوميسير، والكوميسير يبغي يولي وزير. عرفتي ولا غير عطاي لك سوا في المغرب ورجع للور، تفرج تفرج الشطات في السلطه، وتفرج تفرج في كذا، ما فهمتش كيبغيو كيولوا. والمقدم تحير معاه، المقدم هو التالي تحير معاه، يخرج فيك العينين. المهم اش غادي نقول لكم، الله يسبقكم مع هذوك الناس والله العظيم. احسن قرار اتخذته في حياتي ما عمري ندم على دين مواجهه اوروبا، اقسم بالله العلي العظيم ما عمري ندم على دين راني في كاستيل. قصدي كاستيل قصدي نشوف. والمهم اللي عنده شي تساؤل ولا شي حاجه بغى يعرف شي حاجه ولا مرحبا به. تحياتي لكم، وان شاء الله اللي عنده شي تساؤل بغى يعرف شي حاجه مرحبا بكم، اشتركوا معايا في القناه. انا راني كنقول لكم راه كنعطيكم المعقوله، ما تفليات راه ما كاينش بنادم نيشان نيشان. المهم هذا هو، غادي نعاود لكم شي قصص وقعوا لي هنايا في فرنسا، ولكن مع الوقت دابا نتا نشوف كيفاش هذا الامور. يلا تحياتي ومع السلامه.